مرحبا. أهلين، أنا سوزان. أهلا وسهلا. رؤوف موجود؟ نايم. تسمحي لي فيقه؟ تفيقيه ولا فيق لك يا قصدك؟ لا لا لا، أنا بدي فيقه. أوف، منين لوين؟ ظاهر ما حكالك عني. لا والله، أنا سوزان خطيبته. خطيبته؟ هو هيك، ما بحب يحكي قصص ولا حدا. بدي ضل واقفة على الباب كتير؟ لا بس مين اللي معك؟ طريقتك بالحب عنيفة، اضطريتني أكون عنيفة مثلك لأني حبيتك. هلأ بدك تقرر، يا بتكتب كتابي هلأ هلأ كاتب المحكمة واقف برا وناطر إشارة، يا بتموت. وبعتقد إنه الزواج أهون من الموت. ولك انتي شو بتعملي لك يا مجنونة؟ لما قلت لك هيك يوم اللي دخلتني على الغرفة بالغصب عصبت وكرهتني، بس أنا حبيتك رغم كل طباعك حبيتك. مستحيل إني أغصب منك، رح أتجوزك غصب عنك. شو قلت؟ شيلي المسدس من إيدك يا مجنونة سوزان، شيلي المسدس. قبل تعودت تاخد أي شي بتحبه، ليش مستكتر علي أخد شي حبيته؟ قلعتني وبهدلتني ورغم هيك أنا مو لأنه ما عندي كرامة، لا رؤوف، لأنه كل ما أتذكر رؤوف هن الأيام كنا نبعث رسائل لبعض. بتذكر يوم اللي جيت فيه لعندي على المشفى، يومتها طار عقلي من كتر ما شفتك فارس ورجل بكل معنى الكلمة. ولهلا عم قلك كل شي صار قبل ما صغرك عندي أبدا، بالعكس كل يوم صار يزداد إصراري على إنك تكون حبيبي. عادة الشاب بيقول للبنت قررت ارتبط فيكي، أنا رح أقلب القصة. رؤوف أنا قررت إنك تكون جوزي وحبيبي، كل اللي حبيتهم وارتبطت فيهم خدعوك. اترك أول بنت حبتك هي تختارك، تصدقني رح تزبط. شو كاتب المحكمة برا؟ دخلوا. يعني خليه يدخل. Thank you.
ما بدك تقلي صباحية مباركة؟ ولك يسعد لي صباح احلى عريس بالعالم. قصدك اغبى مجنون بالعالم. تستاهل اصلا انت ما بتشغل بالامور. هاي اخر مره بدق فيها على جوزي، لانه اذا بتعيديها مره ثانيه بدي اكسر ايدك اللي حامله السماعه. عم تفهمي؟ ليش لهلا؟ مو بس انا عندي مشكله بالوقت، وانت كمان. وقت ساعة لا تفتحي الباب يعني؟ شو عم تتحممي؟ لا والله كنت عم اتجوز بيوم وليلة. اوه هلا بلا ما تمهتينا الله يخليك يا عم. شوفي أنا جاي مبسوط ومكيف وجاي لحتى انبسط أكثر، فكوني رايقة لحتى نكون رايقين. والله السوزان تاري بيطلع منا. استغفر الله العظيم، بدك تروينا ولا نمشي؟ حبيبي روح لعند مرتك. هونيك اللي عم تطلبه حقك المشروع، أنا ما بقدر أعمل لك شيء. لا بلا لف ودوران، أنت فهمانة علي منيح. أعملي لك سيجارة خلي المزاج يكمل. وكرامتي؟ كرامتي؟ شو قصة الكرامات اللي طالعيننا فيها بهاليومين؟ بتعرف شو أكثر شيء بكرهه باللغة العربية؟ شو بدك تعملينا درس باللغة العربية؟ استغفر الله العظيم. بدك تسوي سيجاره ولا روح نقلع؟ ايه كلمة لو يعني تخيل إلا لو ما تجوزت سوزان كان في شغلات كتير بتصير بيني وبينك بترضيك وبترضيني. سوزان واحدة مجنونة، أنا بستغرب حالي كيف قبلت وزوجتها. بتعرف إنه هاي الموسيقى فرعونية كانوا يستخدموها لطرد الأرواح الشريرة بجلساتهم؟ شو يعني أنا عندي أرواح شريرة بدك تطرديها هلا؟ مو أنت. لكان ليش مشغلتيها؟
اليوم انت رح تاخذ دوري لتطرد الارواح الشريره يلي جواتي. ممكن تشغلي لك شي سيجاره يعني هيك انت بتصحصحي وبتنطردي من راسي انت وارواحك الشريره؟ ايه موافقه، بس لا تكمل اللعبه. يعني اليوم بدنا نستخدم اكثر كلمه انا بحبها واللي هي بصير. ايه بصير، ليش لا؟ يعني شو ما بقلك لازم تقلي بصير. من زمان ما زار هالعيادة شيف، وأنا خايفة تروح بركدها. ايه بصير. ومنكتب كتابنا. بصير. وبتتجوزني. بتجوز كل نسوان الدنيا يا زلمة. يعني بيصير. لك ايه بيصير، ليش لحتى ما يصير لك؟ انا رؤوف يا علماء، رؤوف. يعني متجوز اربع نسوان وتكون الخامسة، وين المشكلة؟ وحياتك وحياة الموسيقى الفرعونية وطرد الارواح والشيوخ كلهم بصير. قاسيك.